الجرس رن، ما راح تقومون؟ انتو حتى جمعية شكلكم ما تروحون، بس تخيلوا انكم لازم تقومون تروحون الجمعية وتضيعون بالجمعية وتنطرون بالجمعية وتشيلون بالجمعية. واذا قلت لكم ان في شيء اسمه راحة يوصل كل اغراض الجمعية بدون لا تروحون، راحة راحة، لحم، خبز، حليب، بيوت، الا اذا معزمين على الجمعية. لا، خلنا مع راحة. اخذ اغراض الجمعية بدون ما تروح الجمعية.